تعالوا بقى نتكلم عن الموضوع اللي تقريبا كل الاهلاويه ما بيتكلموش غير عنه، الفريق بتاعنا اخباره ايه، حجم استعداداته لمباراه العوده لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، هتكون اخبارها ايه. موسيماني المدير الفني للفريق منح اللعيبه 48 ساعه راحه عقب وصولهم صباح امس الى مصر عشان يبتدوا بقى من جديد تدريباتهم بكره باذن الرحمن يوم الثلاثاء، وده طبعا تجنبا لارهاق اللاعبين، وكمان لان في بعض اللاعبين هيخضعوا لفحوصات طبيه للاطمئنان عليهم وكمان لتاهلهم لمباراه العوده. خلينا نروح مع حضراتكم بقى لوسائل الاعلام، وهنا تحديدا وسائل اعلام المغرب اللي ازاي اتكلمت عن فوز الاهلي. يمكن مع زميلتنا مريم سميح شفنا بعض المانشيتات، لكن كمان عايزه اقول لحضراتكم ابرزت وسائل هنا اعلام وصحف جنوب افريقيا الفوز المميز اللي حققه الاهلي ده تحت قياده طبعا موسيماني، واشادت كمان بالاداء المميز للاهلي على مدار شوطي المباراه والاستراتيجيه الناجحه اللي بنى عليها موسيماني خطته صراحه، يعني كلنا تابعناها في اولى تجاربه الافريقيه مع الاهلي. خليني اقول حضراتكم كمان ذكرت صحيفة هنا كاك أوف في عنوانها أهلي باتسو بيغرق الوداد في المغرب، وأشادت بتألق وبراعة حارس الأهلي محمد الشناوي ووصفته بالحارس الصلب الذي لا مثيل له، ده بجانب كمان دفاع الأهلي المميز. خلينا نقول يعني أعتقد أن معلومات زي دي بتهيألي أن هي أو يعني نحن نقول ان في صحف مختلفه كمان في جنوب افريقيا بتتابع وبتتناول وبتشيد بادائنا، اعتقد ده شيء يسعدنا جميعا كمان طبعاً. وتوفيق، وانا متفائله جدا مع بموسيماني ان شاء الله، وكلنا اعتقد ربنا يستح الحال وتيجي تسعى يا اهلي على أيوة ربنا يستح الحال ان شاء الله. طيب.